سلام. المهم العصير اليوم، هاد العصير غنحتاجو ليه القرعة خضراء وخزو، غادي نسلقوهم وعنديروهم بالماء ديالهم. انتما كتشوفوا بالماء فاش سلقناهم باش نحتفظوا بالفوائد به، باش غنطحنو غنزيدو عليه العصير قيمة جوج كيسان د العصير د الليمون، كنزيدو رايبي. هيك يجي المذاق هائل، يعني واش دير لضيافك واش دير لوليداتك، ماشي ضروري يكون عندك الدسر في الدار. ما بالنسبه للحلاوه، اللي بغى يدير السكر يديرو مع الليمون رايبي، ديجا كيجي حلو. اللي ما بغاش بلاش، انا كنبغي شويه الحلاوه ندير السكر. يلا نمشيو نطحنوا العصير ديالنا ونعاودوا نرجعوا كالعاده. ها العصير ديالي وجد، ثم كيشوفوا راه كيعطي، كتشوفوا كيعطي خير الله. وما نقول لكم منعش زوين وصحي، يعني القرعه خضراء وخيزو قليل اللي كياكلهم، يعني ما كناكلهمش بزاف، هكا كتشربيهم وانتي ما نقولكش كتحسي بواحد الانتعاش. كنتمنى تجربوه لان فعلا زوين زوين بزاف. يلا هو بصحة وراحة.